السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الحلوين ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا اوردر حلوة قوي تابعوا معايا الفيديو الاخر ما تنسونيش بلايك واشتراك القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهارده بقى الاوردر بتاعنا مختلف هنبعد شويه عن الطبيخ والاكل شويه هنعمل الاوردر حلو وفي نفس الوقت ايه هو بيتاكل حلو وحيد هنعمل الكسكسي بطريقه سهله جدا وان شاء الله تعجبكم بدايه كده انا معايا خمسة كيلو من الدقيق هنعمل كميه حلوه وهقول لكم هنشتغل ازاي لو ما عندكيش الحاجات اللي تنفع تاخد الكميه دي كلها تمام اول حاجة انا معايا بولة كده كبيرة حط فيها الخمسة كيلو دقيق كل اللي حطيته عليهم ربع معلقة من الملح وربع ونص معلقة من البيكنج باودر ممكن تستغني عن البيكنج باودر بس ما عن حبة الملح تمام بيكنج باودر دوت علشان يطلع معاك ايه خفيف كده وهش و... تبقى خفيفة كده معاكى تمام ده لو انت حب تمام تعالوا بقى نشوف طريقته سهلة جدا فوق ما انتم متخيلين هو مشكلته بس في ايه اللي هو بيبهدل الدنيا بقى طبعا دقيق وايه ويفضل بقى يتفرفد كده في كل حته هو بيبهدل بس الدنيا زي ما قلت لكم حطيت على الدقيق شويه من البيكنج باودر نص معلقه وحطيت ملح جبت بقى الكبه بتاعتي والبطل بتاعنا النهارده هي الكبه هنشتغل يعني فيها الكسكسي وهيطلع يعني تحفه حطيت بقى كده باخد بطبق كده ايه شويه كده في الطبق بس اهم حاجه ما تمليش الكبه بتاعتك يعني حطي مثلا ايه لو هي يعني ما تمليش يعني اقل من نصها انا بحط كبشتين كده بالطبق وبحط كده من الفتحة بتاعت الكبه اللي فوق دي ايه ميه لو تركزوا معايا هتشوفوا انا بحط ميه قد ايه على الحبه دول بحط ايه سوب صغير خالص كده يعني ايه حبه حبه ممكن يعني الحبه اللي انا حطيتهم الدقيق دول ما ياخدوش معايا ربع كوبايه ميه اقل من ربع كوبايه ميه هتفضلي تحطي الميه بالتدريج ليه علشان لو حطيتي الميه زياده هيعجن معاكي وهتقلب معاكي عجينه انت تفضلي تحطي كده حاجه بسيطه كده في الميه لغايه وت... ولما تشوفيه تفق... يعني توقفي العج... الكب وتشوفي طيب زي كده ال... يعني اللقطه اللي عدت دي طيب لو لقيتيه عجن معاكي هتقومي لحقاه بسرعه بشويه دقيق او لو لقيتي الميه بتاعته طلعت زياده هتلحقيه شويه بشويه دقيق هتلاقيه رجع فك تاني فاهميني المهم يعني الكسكسي دوت محتاج اللي انت ايه تت... بعينك كده بعينك هتعرفي هو محتاج مية ولا لا طيب الاربعة كيلو دقيق اخدوا حوالي قد ايه مية كلهم او الخمسة كيلو دقيق قصدي اخدوا قد ايه مية بصوا اخدوا حوالي يعني ما نكملش مثلا لكل كيلو دقيق كوباية مية تمام وبرضو الدقيق بيختلف المهم اللي انت تلاقيه في الاخر ايه بقى محبحب كده ايه والحباية بتاعته رفيع انا بقى عشان بقى اجيب بوله تانية بقيت ايه اخدت بوله العجان وقمت مفضياه فيها علشان ايه هي غويطه كده فهتاخد معايا كميه حلوه اللي بخلصه بقوم مفضياه في بوله العجان على طول تمام دي كده اول مرة هنضرب فيها الايه الكسكسي وهو دقيق إيه. لغايه لما نخليه ايه شكل الكسكسي ايه مبروم كده رفيع يعني. اول لما هخلص بقى تعالوا كده ايه لكم بقى المقطع من قريب بينزل من الكب عامل ازاي بصوا بينزل آه يعني مش دقيق وفي نفس الوقت مش عجين وبيبقى ايه ناشف شويه كده بعد كده بقى ايه جبت حلتين كده زي ما انتم شايفين وحطيت عليهم مصفتين الحله حطها ربعها ميه وفيها معلقه خل وسبت الميه تغلي وبعدين قمت حاطه بقى ايه آه شاشه بقى نظيفه فلن نظيفه مش بتستخدميها طبعا تبقى بيضه كده وايه وقطن علشان طبعا ما ينفعش اي حاجه فيها بوليستر عشان ما تسحش. اي حاجه قطن خفيفه كده آه، تبقي سايباها للحاجات دي انا سايبه دولت للايه للكوسكوسي دول حطيت بقى فيهم الكميه بتاعتي وقسمت ال... الكميه على حلتين زي ما انتم شايفين علشان المصفه مش هتاخد الكميه مره واحده وسبتهم على نار متوسطه يعني مش عاليه قوي ومش متوسطه بس اهم حاجه ان الميه ما توصلش المصفة علشان ما يعجنش بيقعد اول مره انا حطيته اول مره ساعه بالظبط ساعه وربع بالظبط طيب بصوا اول مره نزل عامل ازاي تحس اللي هي عجينه هتقولي ايه ده ده عجن ولا ايه لا هو اول مره بينزل كده عايزه اقول لكم لما تلاقيه اول مره نزل كده يبقى الميه بتاعتك مظبوطه مش هتضطرى بقى في الردة الثانيه تحطي له ميه وهتشوفوه معايا دلوقتي شفتوا بقى انا فضيت الحلتين كده في الصينيه المصفتين في الصينيه وهبدا بقى تاني ابدا او محطاه فين في الكبه برده ونعمل نفس اللي عملناه اول مره تعالوا بقى اوريكم بيبقى عامل ازاي تاني مره بتحطيه تحس اللي هو مكلكع خالص هتقولي اللي هو باظ هو ما باظ هو اول مره في على النار بعد ساعه بيعمل كده بيبقى متكتل ده كده لسه ما بعد كده بقى ببدا بقى اخده تاني واقوم حاطاه في الكبه تاني لغايه لما اخلص خم... الكميه كلها وبعد كده بقى هنشوف هنعمل في ايه تاني بصوا بقى نازل اول لما بحطه في الكب دقيقتين كده في الكب بصوا بيرجع تاني بيتفرك ازاي لو كان المية بتاعته آه كتير مش هتلاقيه فوق هيقلب معاكي عجينة في الكب لكن عشان المية مظبوطة من اول ماية ما ان اللي انا احط فيه مية وعايزة اقول على تركة كده ما تكتريش الميه فيه حتى لو الميه بتاعته قليله احسن ليه بقى لان احنا لسه هنحط له زبده ولسه هنغلفه بالزبده فالزبده دي برده سوائل عشان لما تيجي تحطي الزبده ما يبقاش ايه ما يعجنش منك يا رب اكون قلت لكم كل المعلومات اللي تقدروا تعملوا ويطلع معاكم حلو زي الفل وما كونش نسيت اي حاجه بصوا شايفين انا بحطه ازاي بحطه تحس ان هو ايه مكلكع وعجين وهيتفك و... ازاي ده مسافه يعني دقيقه بتلاقيه تفك وبصوا راجع كله زي الايه يعني بيتبيض كده زي حبات الرمل بالظبط ده كده بقى بعد كده قمت حطيته علي النار تاني لمده ساعه برضو يعني هو قعد معايا علي النار ساعتين ساعه وبعد كده آه طفيت ع... آه يعني اخدته ضربته في الكبه تاني وما حطيتلهوش ولا ميه ولا حاجه لكن لو لقيتيه بقى ناشف هتضطري تزودي له شويه ميه كده اي حاجه بسيطه تعالوا بقى شوفوا تاني مره وانا بنزله طبعا كانت الشاشه سخنه نار جدا بس انا اتعمدت اوريه لكم وهو نازل تاني مره عشان تعرفي اللي هو استوى اول حاجه عشان تعرفي اللي هو استوى لما بتيجي تخبطي عليه كده وهو لسه على النار على الشاشه دي بتلاقي تحس اللي هو ايه يعني شبه الجيلي كده تحس اللي هو ايه في آه فيه هزه كده شبه الجيلي بصوا انا حتي بهزلكم الصينيه لما بتيجي بقى بتفضيه من الشاشه او من القماشه اللي انتي لفاه فيها دي بتقوم ب... بيتبيض معاكي بينزل بقى مش مكلكع زي اول مره لا بينزل خلاص بقى كله فك من بعضه وبقى ايه بقى خلاص مش مكلكع ولا اي حاجه لان كده استوى تمام ، هبدأ بقى ايه آه افركه كده بايدي لغايه لما ايه يتفرج معايا طيب نفرض اللي انا لقيت فيه شويه اللي انا بلمهم دول فوق الوش دول شويه ايه يعني تخان شويه مش رفيعين زي اللي تحت هنعمل فيهم ايه هنجيب برده الكبه بتاع بتاعتي تاني والمهم كلهم فيها انا هفضل كده ايه بايديا كده كني ببسه ببس كني ببس عجين الحبه اللي هلاقيهم يعني لسه تخان شويه هقوم واخداهم حطهم في الكبه ولفاهم لفه كمان في الكبه عايزه اقول لكم الطريقه والله سهله وجميله وكل حاجه واسهل من المنخل بتاع زمان ومش بتهدر خالص يعني مش بتطلعي منه حبه عجين زي زمان بصوا الخمسه كيلو يعني كلهم ما شاء الله بصي بقى بيتبرد بالوحده ازاي يعني شبه حبه رمل بالظبط هنا بقى هبدا بقى انقص الكميه بقى على الـ من الـ من الصينيه ديت احطها في بوله تانية ليه بقى علشان هنبدا بقى نحط السمنه عليه ونبوخه بقى بالسمنه يعني ايه بقى نعمله بالسمنه يعني نلفه بالسمنه زمان كانوا بيقولوا اللي ما تحطيش السمنه فيه شيليه في الثلاجه زي ما هو كده وما تحطيش السمنه عليه لما تطلعيه على الاكل حطي له السمنه انا ما بفضلش كده انا بشيله بسمنته في الفريزر زي ما هو يا بطلعه وبحط عليه يعني بحطه في حله وهدي النار تعالوا بقى بصوا لونه بيتبدل ازاي طيب انا مستخدمه زبده افضل حاجه للكسكسي والفطير زبده مش سمنه مش سمنه بلدي الزبده بتخليه كده لونه اصفر وخصوصا الزبده النيوزلندي او الزبده البقري يعني مش شرط تروحي تشتري زبده نيوزلندي مخصوص يعني حتى الزبده البقري بس ما تبقاش يعني اتسيحت وبقت سمنه عايزه اقول لكم اولا بيطري وبيبقى خطير ولونه كده بيبقى مصفر و... وفظيع بعد لما بحط الزبده كده برضو ايه ببسه كده زي الايه زي ما اكون ببست كحك بالظبط شفتوا بقى الفرق في اللون من اللي انا حاطه زبده والتاني هبدا احط حبه حبه كده عشان اتاكد ان كل اللي كل حبايه اتغلفت بالايه بالسمنه تمام هبدا بقى بس فيه كده طيب اخد معايا قد ايه سمنه قصدي آه زبده انا مصممه اللي هي سمنه يا جماعه لا زبده زبده يعني ما تسيحتش تمام المهم اخد معايا قد ايه الخمسة كيلو اخد معايا كيلو الربع. يعني نقول كيلو كيلو الا ربع بالظبط ممكن اكون زودت حبه كمان بس نقول كيلو الا ربع على الايه على ال 5 كيلو ممكن تكون اكون حطيت يعني ايه معلقه كمان او معلقتين تمام بس انت لو هتعملي كيلو على قد كده حطي كوبايه سمنه على الكيلو لقيتيه لسه ناشف محتاج زبده زودي له شويه كمان سوا هياخد الكوبايه هتطلع معاكي مظبوطه تمام بعد كده بقى بحطه في اكياس وبشيله في الفريزر على طول ده لو مش طالع في نفس اليوم القرد. الحمد لله هو اتسلم في نفس اليوم وبجد كان فظيع يعني كان ريحته حلوه جدا والزبده فيه مخلياه تحفه تعالوا بقى اوريه لكم من قريب كده اتمنى بقى لو وصلتم معايا لغايه هنا ما تنسونيش بدعوه حلوه ولايك واشتراك للقناه وشير وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته